صندوق النقد الدولي يقرر الإفراج عن الدفعة الخامسة من قرضه المالي لليونان وقيمتها 3.2 مليار يورو. وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن مجلس إدارته صوت لصالح صرف هذا المبلغ لصالح اليونان في إطار القرض المقدم في أيار مايو 2010 والبالغ قيمته 30 مليار يورو. ويأتي هذا القرار في عقاب تبني البرلمان اليوناني حزمة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادية التي اشترطها كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لصرف الدفعة الخامسة من المساعدات المالية.